أعزائي المشاهدين، علم آخر من أعلام العراق، ذلك وهو الأديب، الشاعر، العلامة، الوزير، الشيخ محمد رضا الشبيبي. محمد رضا الشبيبي ولد في النجف من عائلة علمية أدبية معروفة، كان والده الشيخ جواد الشبيبي علما من أعلام مدينته بل من أعلام العراق، كان له مجلس حافل يحضره أدباء المدينة ومن يفد إلى مدينته من أهل العلم والأدب. نشأ الشبيبي في مثل هذا الجو العلمي الأدبي، كان يحضر هذا المجلس بانتظام طبعا بحكم أنه مجلس أبيه، ويستمع ويعيش هذا الجو الأدبي، يعني يسمع هذا العالم ويسمع هذه القصيدة وتلك الفكرة، فتكونت ثقافته الأولى منذ السنين الأولى لنشوئه ويفاعته. وكانت أمه وهي من أسرة معروفة كبيرة في من الأسر العلمية في النجف من آل الطريحي، سيدة مثقفة، وحقيقة لأمه فيما يبدو لي دور مهم في تنشئة ابنها الشيخ محمد رضا هذه النشأة الأدبية، لأنها كانت يعني تشجعه، وكانت هي نفسها أديبة يعني ومثقفة، فنشأ من الطرفين من أبيه ومن أمه، نشأ في بيت يعرف للثقافة معناها، وبالتالي كانت يعني اهتماماته منذ بداية نشوئه أدبية وعلمية. وحينما اتسعت مداركه وتقدم قليلا في العمر، أخذ أو زج حقيقة في الدراسة النظامية أو المنتظمة بحسب الطريقة المتبعة في مدرسة النجف الشهيرة بالعلم، و يعني درس المرحلة الأولى، المرحلة الأولية أو ما يسمى دراسة الخارج، يعني الدراسة الأولية التي هي التعرف على المصادر العلم وشيء من مقدمات العلوم، ودرس حقيقة على أيدي علماء كبار، لكن نفسه لسبب يعني لم يذكره ونستطيع أن نفهمه، نفسه عافت هذا النوع من الدراسة، مع أنها دراسة لها تقاليدها ولها يعني علماؤها ومصادر المنهجية التي تدرس فيها، ولكن نفسه عافت هذا النوع من الدراسة، وربما كان يرى فيها يعني نوعا من الدرس التقليدي أو المقيد، وكانت نفسه حقيقة طماحة إلى الانفتاح على مصادر جديدة للمعرفة، يعني دراسة كتب الفقه ووفق المناهج التقليدية ربما يعني نفسه أراد شيئا آخر حقيقة، فاتجه إلى الدراسة بنفسه، وعلى علماء أيضا مدينته وعصره درس الفلسفة وتعمق بها، ودرس علوم مختلفة واطلع على ثقافات جمة، وعني بتتبع ما كان يصدر في البلاد العربية، وفي طبعا في اسطنبول كان العراق يعني جزءا من هذه الدولة، ربما لم نذكر أنه هو ولد في عام 1889 يعني في عهد هذه الدولة، فاطلع على كل مصادر المتاحة له، ووجد طريقه إلى خزائن الكتب الحافلة التي كانت مزدهرة في مدينة النجف، وكان يقضي الوقت الطويل يتصفح ويقرأ ويدرس تلك المخطوطات المهمة في المجالات التي كان يميل إليها.
حقيقة يعني الشبيبي ربما تميز وقل من الذين من أمثاله تميزوا بالجمع بين الثقافتين، الثقافة التقليدية، هو درس الفقه ودرس العلوم الشرعية دراسة منهجية إلى حد ما، وانطلق يدرس الأدب والعلم والفلسفة والمنطق يعني بجهوده الأخرى. ربما كان يشبهه إلى حد ما السيد هبت الدين الشهرستاني الذي جمع وكان معاصرا له، جمع بين الثقافتين التقليدية والثقافة الحديثة أو المعاصرة بالنسبة لهم في ذلك العهد. أيضا عزز الشبيبي ثقافته في مدينة النجف بالاطلاع على الثقافات في البلاد العربية، يعني رحل قام برحلات إلى مصر وإلى الحجاز وإلى بلاد الشام، وكان يلتقي هناك بالأدباء والعلماء ويطلع على خزائن الكتب هناك، ويقتني كل ما تصل إليه يده من مطبوعات مبكرة كانت تطبعها المطابع العربية من المخطوطات المحققة ومن الكتب الحديثة وغيرها. حقيقة كان الشبيبي أيضا من الذين يمكن أن نسميهم طبقة المتنورين، يعني الفئة التي برزت في أواخر عهد الدولة العثمانية وكانت تطمح إلى الإصلاح في النظم السياسية والنظم الاجتماعية وغيرها، وبالتالي كان من الذين يرون أن من المهم جدا أن يكون هناك دستور ينتظم أو يقيد السلطة المستبدة وينظم الحياة السياسية، فآمن بفكرة الدستور إيمانا كاملا وانضم لذلك إلى حزب الاتحاد والترقي، ذلك الحزب الذي أسسه الشبان الترك وغيرهم أيضا شاركوا في تأسيسه، وكان يدعو إلى يعني تنظيم العلاقة بين شعوب الدولة العثمانية وبين الحكومة العثمانية، فانضم إلى هذا الحزب متصورا أنه يعني يمكن له أن يحقق آماله في أن تكون لأمته للشعب العربي حقوقه التي ينظمها ويحفظها الدستور الذي كانت يعني دعوة له قوية في ذلك الوقت. وحينما أسس هذا الحزب فرعا له في مدينة النجف كان هو مسؤوله في هذه المدينة، ولكن حينما بدأت الحرب العالمية الأولى ودخلت الجيوش البريطانية العراق وجدناه يعني ينضم إلى المجاهدين العراقيين الذين تصدوا لقوات الاحتلال في معركة الشعيبة تحت قيادة البطل محمد سعيد الحبوبي، وشارك مع أخوانه من العراقيين في التصدي لهذه القوات الزاحفة من مدينة البصرة، وحقيقة كان له من الجرأة بحيث أنه حينما دخلت القوات البريطانية بغداد في 11 آذار عام 1917 قابل المسؤولين البريطانيين السير أرنولد ويلسون وقال له أن العراقيين يريدون حكومة يعني وطنية مستقلة، يريدون أن يحكموا أنفسهم ويريدون الاستقلال التام. حقيقة كان هذه دعوة مبكرة في ذلك الوقت في بدايات دخول البريطانيين بغداد، وليس هذا فحسب، وإنما قام بإعداد مضبطة كما يقال أو عريضة وقع عليها عدد كبير من العراقيين يطالبون بتشكيل حكومة عراقية وطنية برئاسة أحد أنجال الملك حسين. هذه المضبطة حقيقة مهمة في تاريخ العراق لأنها عبرت تماما عن رغبات العراقيين في هذه الحكومة. كانت يعني في تلك الفترة كانت الاتجاهات تذهب
بأن تحكم بريطانيا العراق بشكل مباشر أو أن تدعه تحت حكم حكومة بومبي، حكومة الهند البريطانية. يعني في كلا الحالتين ستكون تحت الإشراف المباشر لبريطانيا. هذه المضبطة تعبر عن هذا الاتجاه الوطني المبكر لدى العراقيين. المضبطة حقيقة حملها معه في رحلة غريبة، لأنه خرج من العراق متخفيا عن طريق الكويت من أجل أن ينقلها إلى الشريف حسين، يعني زعيم الثورة العربية الكبرى كما تسمى، في الحجاز في مكة. خرج متخفيا لئلا تسقط هذه أو تقع هذه العريضة المهمة بيد القوات أو العيون البريطانية في تلك المنطقة. وأيضا في تلك الفترة، وكان في تلك الفترة في بلاد الشام، قامت ثورة العشرين. وحقيقة هذه الثورة تمثل يعني متغيرا مهما في إدراكه وفي استشرافه لمستقبل البلاد. انضم بكل قوته بكتاباته بمقالاته إلى هذه الثورة التي كانت يعني تمثل بداية الطريق لتاريخ أو لمستقبل العراق في ذلك الوقت. وكان ينشر هذه المقالات الثورية والمهمة حقيقة في جريدة الفرات التي كان يصدرها أخوه في ذلك الوقت حقيقة، وهو أخوه الأصغر محمد باقر الشبيبي. وحينما تأسست الحكومة العراقية اختير ليكون وزيرا للمعارف، أو بمعنى وزارة التربية الآن، أصبح وزيرا للمعارف. وفضل هو لأن يكون وزيرا لهذه الوزارة لأن مهمة هذه الوزارة تنسجم مع تطلعاته ومع طموحاته. كان من الذين يؤمنون أنه لا سبيل لتقدم العراق إلا بالعلم، وهي نفس الفكرة التي كان يؤمن بها فيصل الأول رحمه الله تماما. العلم هو طريق الاستقلال الناجز الحقيقي، هو طريق التقدم، هو طريق أن يرتفع أو يرتقي العراق إلى مصاف الدول التي حققت يعني شأوا كبيرا في مجال تأكيد الذات والتقدم. لذلك أصبح وزيرا للمعارف غير مرة، من عام 1924 إلى عام 1948 بضعة مرات أصبح وزيرا. حينما عرضت عليه وزارة العدل رفضها لأنه لم يجد نفسه في هذا المجال، كان يعني يدرك أو يؤمن بقضية العلم وأهمية أن ترعى الدولة شؤون التعليم والتربية لكي تتقدم. أيضا في يعني نشاطاته لم تكن إدارية كوزير، ولكن كانت ثقافية علمية، بدليل أنه في عام 1934 يعني تعاون مع عدد من المثقفين العراقيين في إنشاء أول ناد ثقافي هو نادي القلم. نادي القلم حقيقة يعني علامة بارزة في تاريخ العراق الثقافي. هذا النادي كان يعني تقام فيه المحاضرات، وأصدر مجموعة من هذه المحاضرات في كتاب سمي مجموعة نادي القلم. ضم يعني النخبة المختارة من المثقفين العراقيين في ذلك الوقت. أيضا تعاون مع عدد من المثقفين العراقيين في إنشاء المجمع العلمي العراقي، هذه المؤسسة المهمة في تاريخ العلم في العراق، المجمع العلمي العراقي، وأصبح عضوا فيه، بل وأصبح رئيسا لهذا المجمع في ذلك الفترة في أربعينات القرن أو أواخر أربعينات وبدايات خمسينات القرن الماضي. وكان نشطا تماما في إدارة هذه المؤسسة المهمة،
وبناء، يعني هو لم يكن عضوا تقليديا وإنما كان مؤسسا لهذا المجمع، ومشاركا ليس في نشاطاته فحسب وإنما في نشاطات المجامع العربية الأخرى، في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وفي المجمع العلمي العربي في دمشق، وفي غير هذه من المؤسسات التي كان المجمع العراقي يتعاون معها، ونشر عددا مهما من البحوث في تلك المجلات. و يعني يمكن أن نأتي إلى بعض مؤلفاته إن اتسع لنا الوقت. أما في المجال السياسي فكان يعني معارضا، ولكنه معارض هادئ، يعني في كل الأحزاب المعارضة كان عضوا فيها، ولكنها يعني معارضة هادئة، كان معارضا يعني للسياسات التي كان يرى أنها خاطئة، معارضا للهيمنة والسيطرة البريطانية، للتدخل البريطاني، ولكنه كان يلتزم المعارضة الهادئة أو المرنة، كان يعني عضوا في الأحزاب التي كان لها مواقف من هذه الأمور. يعني انضم إلى حزب الأخاء مع ياسين الهاشمي، انضم إلى الجبهة المتحدة اللي هي تضم مجموعة من الأحزاب المعارضة، حقيقة أدى دورا مهما، ليس هذا فقط وإنما من خلال عضويته المستمرة لسنوات كثيرة في مجلس النواب، يعني كان معارضا ولكنه لا يعني معارض كما قلنا يميل إلى الهدوء في المعارضة، ولذلك ظل في مجلس النواب، وحتى أنه أصبح عضوا في مجلس الأعيان. كان مقبولا في دعواته، يعني أراد أن يوصل المطالب بالإصلاح بطريقة لا تثير تماما الآخرين، يعني تثير الحكومة في ذلك الوقت أو الوزارة القائمة، وإنما استطاع فعلا أن يكون مؤثرا من خلال صوته وكتاباته في الصحف وفي مجلس النواب وفي مجلس الأعيان. وكان يملك أسلوبا حقيقة يعني متميزا في يجمع بين الأسلوب الأدبي وبين المقالة السياسية، شيء يجمع بين هذا وذاك. له مؤلفات مهمة حقيقة، الشبيبي لا يذكر إلا وتذكر معه مؤلفاته، رغم كل هذا الازدحام بالأعمال لكنه كان مؤلفا مهما، كتب كتابا مهما في جزئين بعنوان مؤرخ العراق ابن الفوطي، كتب في أصول اللهجة العامية العراقية، كتب في التربية في الإسلام، كتب عن ابن خلكان، كتب عن أدب المغاربة والأندلسيين، كتب كتابا بعنوان تراثنا الفلسفي، وكتب كتبا أخرى، هذا فضلا عن البحوث المعمقة الرصينة التي كان ينشرها في المجلات المجمعية في العراق وخارجه. كان فضلا عن ذلك شاعرا مهما، يعني شعره أصبح موضوعا لرسالة جامعية في القاهرة بعد وفاته. كان شاعرا كبيرا، كان نموذجا للشخصية النجفية المحببة، هادئ الطبع هادئ المظهر، ولكن كانت تموج في داخله النشاط والحركة، تراه دؤوبا على العمل، يؤسس جمعية ثقافية ويكتب القصيدة ويكتب المقالة، وتموج في داخله أنواع من النشاطات الثقافية وحتى السياسية، ولكنه حينما تراه يعني تراه هادئ المظهر هذه الشخصية، ولم يغادر حتى هذا الزي النجفي المحبب، يعني ظل شيخا يرتدي الزي النجفي حتى وهو وزير ونائب وغير ذلك، حقيقة كان محافظا على هذا المظهر ومحافظا على هذا المخبر أيضا، هادئ في شكله، نشط متحرك في داخله إلى أقصى حدود النشاط. توفي رحمه الله في عام 1965، وأصبح يعني موضوعا لرسائل ودراسات كثيرة تتناول مناحي عبقريته ونبوغه
وإلى غير ذلك، وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.